السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله قاعد تكونوا بيان وبالف خير يا ربي. اليوم جيتكم بكيكه بزاف هايله وبنينه وبمقادير قليله جدا ومتواجده في كل دار. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. اذا عجبتكم ما عليكم غير ديروا لي جيم ابوني وفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل جديد تاع لي فيديو تاعي. نبداو بالمقادير. هنايا من كل مكون نسحقو 7 مغارف، 7 مغارف تاع السكر، 7 زيت، 7 تاع الحليب، حبة تاع البيض تكون بحرارة الغرفة، كيس خميرة كيميائية، لافاني، 5 مغارف تاع فارينة، والزوج الباقيين درتهم بالكاكاو. هنايا اختياري، تقدروا ديروا 7 مغارف وحدهم تاع الفارينة كيما راكم تشوفوا. هنايا نحكم ان بول ولا ريسيبيون ولا ندير فيه الحبة تاع البيض تكون بحرارة الغرفة، نزيد له 7 مغارف تاع السكر. انا هنا الكيلات كنت كيلتهم ديجا من قبل، يعني لازم المكونات تكون بحرارة الغرفة، مام الحليب ما يكونش بارد ولا سخون. كاين بزاف اللي تقول لي ما نجحت ليش الوصفة ولا لازم هادوما الحليب والبيض كامل يكونوا بحرارة الغرفة باش تاسوري باللي تنجح لك. هنا زدت لها لافاني، شوفوا يعني لافاني تمد لها واحد اللون. انا نستعمل ليكيد في الكيكات تاع الشوكولا والغبرة في الكيكات البيوضة باش ما تلونيش الكيكة ديالي. هنا ضفت لها 7 مغارف تاع الزيت ونزيد نخلطها. هاد الكيكه تجي بزاف هايله بنينه مع قهوه حليب مع الجو، تقدروا تدوها كي تروحوا ضياف، بزاف هايله وبريزونطابل. هنايا زدت لها 7 مغارف تاع الحليب ونزيد نخلطها كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم تقدروا تحضروها في الليل غدوه من داك ولادكم يصبحوا يستقهوا بها، يدوها معاهم ليكول، هكا تقدروا ديروها في ديمول صغار. بزاف هايله هاد الكيكه وسهله تم توجد. انا يا ربي نص ساعه كنت وجدتها ودرتها طيب. هنايا زدت لها الفارينه 5 مغارف وزوج مغارف تاع الكاكاو. هنا تقدروا ديروها بيضه، ديروا 7 مغارف ديريكتومون تاع الفارينه اختياري، انا حبيت نديرها بدوق شوكولا. ونزيد لها كيس تاع خميره كيميائيه ونخلط كامل المكونات مع بعض كيما راكم تشوفوا فيها، ومن بعد ندخلها الطيب على درجة حرارة متوسطة. هنايا من بعد حكمت لومول تاعي ندير له الزيت، ندهنه بالزيت ولا الزبدة يعني نتوما واش كان متوفر، ونمسحه بالبانسو كامل على هاد الشكل في الطروف ليك في كامل يعني لومول تاعي باش ما يلصقليش. نزيد نرشو بالفارينة هكا باش نضمن باللي ما حش تلصق الكيكة ديالي. وهاد المول ماشي اوبليجي ديروا الكيكة هادي في هاد المول، تقدروا ديروهم في مول تاع الكغاتان عادي، الكاري ولا المدور ولا لي مول صغيرين كيما تحبوا. تجي بزاف هايله وبنينه، الشكل يولي ليكم والمول يولي ليكم. هنايا نفرغ كامل الخليط ديالي في المول وندخلو يطيب على درجة حرارة متوسطة حوالي 1/4 ساعة، لازم تعسوها باسكو هاد الكيكات اللي يكونوا بالشيكولا ما يبانوش باللي طابوا ولا مازال، لازم تعسوها ما تغفلوش عليها. هنايا نحكم حندير لا ميرينغ باش نزين بها الكيكة ديالي. حكمت 3 بياض بيض، درت لهم قرصة تاع الملح ونطلعهم بالباتور حتى يولوا لنا يعني رغوة. من بعد نضيف لهم 6 مغارف تاع السكر، يعني في كل حاس بياض بيض ندير له 2 مغارف تاع السكر. تجي بزاف بنينة لا ميرينغ الهادية وتجي واقفة وحاكمة روحها كيما راكم تشوفوا. هنايا نبقى نضيف بالسكر بالمغرفة هكا ولا بالزوج ونخلط او ميم طون حتى نحس باللي السكر دابلي كامل في هذيك لا ميرينغ، ديجا حتى اللون ديالها يتبدل كيما راكم تشوفوا فيها، تولي بيضه على هاد القوام يعني نتحصلوا. هنايا بعد ما طابت لي الكيكه ديالي فرغتها من المول، هنايا خلوها حتى تبرد باش تفرغوها. انا فرغتها وهي سخونه كيما راكم تشوفوا، هي تشقت لي شويه في لي كوتي. ونحكم لا جولي، ندهنها كامل بلا جولي وشويه تاع الجلجلان وندير لها كامل في لي كوتي هذاك الجلجلان، حيمد لها واحد البنه هايله. من بعد نحكم لا ميرينغ ديالي اللي كنت درتها في لابوشادوي ونحطها كامل في هذاك الوسط تاع الكيكه ديالي باش تشرب لي وتجي بنينه كيما راكم تشوفوا. هنايا كيما تحبوا ديروا، تحبوا ديروا دي روزاس ولا دويرات ولا المهم الشكل يولي ليكم. هاي ليك بعد ما كملتها حكمت لو بغيكي تاع لا ميرينغ ونحمرها كامل
اللي ما عندهاش يعني البريكي تقدر تحمرها في الفرن، مي ما تخفلش عليها باش ما يتحرقوش لي كوتي تاع الكيكه. هنايا حكمت لي سوريز وندير نص حبه هكايا في لي كوتي، تمد لها لون شباب باش نكاسي لها الالوان الشيكولا اللون الكحل مع الاحمر. وهنا درت لها زوج قطع تاع البنان دي روندال وحطيتهم من الفوق، وهاي لك الكيكه ديالي تجي بزاف بنينه من اروع ما يكون. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. سلام.